في مطلع 92 كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن عبد الصالح الوحش ما هوش في أحسن حالة. عدد كبير من الأعضاء استقال، نتائج كتيرة في الألعاب تراجعت، الكرة في أسوأ الأحوال مع مايكل إيفرت الإنجليزي المدير الفني، وتقريبا الفريق وصل للمركز الـ11. فكانت أوضاع الكرة وأوضاع السلة وأوضاع اليد مش في أحسن حالة خالص ولا تليق بالنادي الأهلي. كانت البسمة الوحيدة في النشاط الرياضي كرة الطائرة. فريق الطائرة كسب بطولة أفريقيا سنة 92. المهم في بتوع الطائرة قرروا، الله بما أننا أصحاب البطولة الوحيدة في هذا الزمن فلماذا لا نتدلل؟ وجاء دلالهم على أدمغتهم. طلبوا بعض المطالب، المجلس ما استجابش، قاموا منقطعين على التمرين تاني يوم. كان الأهلي هيلعب الزمالك على نهائي الدوري. قرر المجلس إيقاف اللعيبة وفرض عدد كبير من العقوبات على عدد منهم. عبد الصالح الوحش خد قرار أن يلعب بالناشئين، وفعلا الأهلي لعب بالناشئين وخسر. الحقيقة ما فاتش كتير وتم انتخاب الكابتن صالح سليم بمجلس إدارة جديد بالكامل، وكانت الفرصة المواتية إنه ده مجلس جديد، وكان الأهلي على وشك أن يلعب مع الزمالك نهائي الكأس، وهما قرروا أن ينتهزوا هذه الفرصة الكأس أمام الزمالك. لكن صالح سليم هو صالح سليم والأهلي هو الأهلي. كابتن صالح سليم ومجلس إدارته قرروا الاستمرار فيما تقرر من في مجلس الكابتن الوحش، إيقاف اللاعبين، اللعب بالناشئين، والاستعداد لمباراة الزمالك في كأس مصر بالناشئين، ثم تشكيل لجنة تقصي حقائق عشان تقف على حقيقة الأمور في هذه المسألة. اللجنة حققت أدانة اللاعبين. كان الأهلي مقبلا على بطولة أفريقيا، أصر أن تكون العقوبة على جميع اللاعبين وألا يلعبوا في بطولة أخرى، واعتذر الأهلي فعلا عن البطولة. الناس اللي بتاخد موقف ما بتاخدهوش للأشخاص، ومش معنى إنه مجلس إدارة صالح سليم سحب الثقة من مجلس عبد الصالح الوحش ده معناها إسقاط كل ما تقرر من مجلس عبد الصالح الوحش لصالح النادي ومبادئ الأهلي.